دي وطلعها وشوف ده جامده بقى. برحب بحضراتكم مرة تانية، ومعايا الحقيقة ضيفي نجم الاستوديو التحليلي، نجم الأهلي السابق، نجم السينما، كابتن شريف عبد المنعم، اللي دايما منورنا ودايما بستمتع بالكلام معاه. منورني يا كابتن. منورة الدنيا سارة. نجم يعني خلاص انت نجم، يعني دي والله كلمة لايقة عليك. انا ببقى مبسوط وانا معاكم هنا دايما، وبشكركم على التقديمات الجميلة دي. واحنا طبعا دايما مبسوطين معاك يا كابتن، دايما بنستمتع الحقيقة بالكلام مع حضرتك في الكورة. بس الاول انت عامل لنا شويه قلق كده. مش عايز حد يفهمنا غلط والله. انا ما ينفعش يعني يعني في بعض الناس شافت ان يمكن كان في قسوه في التحليل شويه بعد مباراه الاهلي والمريخ السوداني، ولا مع ان يعني حضرتك ما قلتش حاجه قوي، بس انا حابه ان انت اللي تتكلم وتوضح الموضوع اكتر. هو انا كنت بتكلم مع كابتن شطه دلوقتي قبل ما اجي، بقول له ايه حكايه الناس زعلانه مني وما اعرفش ايه. بقول ان فرقه المريخ دول اولا السودان الشقيق بالنسبه لنا يعني طبعا. وانا ليا جماهير كتير قوي في السودان بحبهم جدا، هم بيحبوني جدا من حتى وانا كنت بلعب يعني، وبيحصل مراسلات بيننا وبين بعض، ما ينفعش يحصل اي تجاوز الحقيقه. انا بقول ان فرق، فبقول له ايه اللي حصل؟ فبيقول لي انت بتقول ان هم الاستاد كبير عليهم لا، انا نفسي بروح العب في استاد القاهره، الاستاد ده كبير جدا علينا كلنا. فبقول هم كانوا يعني منوزين، بمعنى ان هم منورين القاهره في استاد القاهره الكبير علينا كلنا يعني. يجوز اتقالت كلمه كده وكده، لا استحاله يعني. ده انا يعني ناس فرس السودان بحب روحهم، بحب الجرأه بتاعتهم في الاداء من زمان جدا، واحنا بنعمل لهم كل احترام وكل تقدير واحنا بنلعب معاهم الحقيقه. لما بنبقى هناك بحب اروح العب هناك مع المنتخب او مع النادي الاهلي يعني. انا استحاله يعني اخواتي السودانيين او اخواتي المريخ او اخواتي الهلال او اي فرقه بالنسبه للسودان، انا بكن لكم كل الاحترام، ولو كان حصل اي حاجه اوعوا تزعلوا مني يعني، ما اقدرش يعني، صعب قوي يعني الحقيقه يعني. انتوا نورتوا الدنيا، وانا عارف ان انتوا هيكون لكم شكل تاني كمان في المباراه اللي هناك على ارضكم. وعملوا مباراه حلوه، وعملوا مباراه حلوه وشكل جميل، فرقه المريخ كانت موجوده. يمكن احنا عشان راجعين من الزهو لسه بالبطوله العالم واحنا الثالث وما اعرفش ايه، فانا عايز اقول ان هم يعني فرحانين بالنادي الاهلي، فرحانين ان هم موجودين بيلعبوا النادي الاهلي هو صاحب المركز الثالث. يجوز بقى جت كده او جت كده، محدش يزعل مني بليز يعني. انا اكيد لا باين ان هي ما كانتش، ان شاء الله اكون بعتذر لكم حتى، انما انا لا اقصد تماما يعني، بالعكس احنا بنبقى فرحانين لما ده، احنا فرحانين ان هم اصلا معانا في المجموعه يعني. طبعا اوعوا تزعلوا مني بجد يعني. باين والله يا كابتن انت يعني من قبل الحلقه حتى بتقولي هم طيبين جدا. وحصل مشكله في الماتش وكده واتلمت بسرعه، لميناها احنا بسرعه كلنا، وكلنا يعني كنا ما ينفعش. والعلاقات اللي بين مصر والسودان شطه، انا عايز اقول لك شطه، بقول له يا شطه اوعى تزعل. قال لي ازاي انت قلت يعني، حتى شطه زعلان. قلت له يا كابتن شطه ما اقدرش يعني. فكان اول كلامي لشطه، وبقول له حصل اي حاجه ما تزعلش وكلام من ده، بس انا لا اقصد الحقيقه كنت اي مفهوم اي غلط. والسوشيال ميديا يعني ماشي ورا حرف ممكن تعمل فيه اي حاجه، وياما تعرضنا لحاجات زي كده. بس الا مع اخواتنا السودانيين يعني، دول حبايبنا يعني، دي عشره العمر كله يعني. كان مهم جدا حضرتك توضح يا كابتن، لانه فعلا شعب طيب جدا، والعلاقات بينا من زمان طيبه جدا يعني. وزي ما حضرتك قلت مبسوطين ان هم معانا في المجموعه. والله مبسوطين. انا بشجعهم ضد اي حد بيلعبوه يعني، بيبقى روحي مع السودان اقرب واحد ليا يعني، جنبي يعني. خلي بالك برضه يا كابتن، زي ما انت قلت كده، في ناس بتبقى قاعده مستنيه الغلطه، مستنيه الكلمه، حتى للاسف من الاعلاميين يعني. حتى المشكله بتاعت كهربا، وان كنت ما بحبش اعلق عليها، ولكن لما تيجي تشوف قد ايه ممكن اعلاميين زي ما حضرتك قلت يتلمت في المباراه، عايزين يتكلموا في اي حاجه ليها علاقه بالنادي الاهلي. وده يمكن حصل قبل كده مشاكل كتير بسببه، ومش في بلاد حصل بينها مشاكل ومنتخبات بسبب ان اعلامي يطلع تحريف كلمه واحده بالظبط يعني. انا بقول هم كانوا في استاد القاهره ومبسوطين ان هم في استاد القاهره. انا نفسي لما كنت بروح العب والله صرف في استاد القاهره ببقى مبسوط. هيبه استاد القاهره، الكلمه هي هيبه استاد القاهره، يمكن كان الاستاد كبير شويه، هيبه الاستاد. صح. انا بتكلم بقصد كده. انما ايه اللي يخليني اخرج عن النص يعني، الا اذا كان في حد عايز يخرجني عن النص. صح. ودايما وابدا بتبقى هي السوشيال ميديا ليها حتت كده، ومش عايزهم يزعلوا مني، دول حبايبي يعني. اكيد هم مش زعلانين منك يا كابتن، وممكن اروح هناك كمان الماتش اتفرج على الماتش هناك، بس قابلوني كويس. اكيد دايما في علاقات طيبه بتربط طبعا مصر والسودان، واحنا فخورين ان هم معانا حتى في المجموعه، ودايما في علاقات بينا كويسه. كلام اكتر يعني. اكيد كلام اكتر مع كابتن شريف عبد المنعم بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه منورني كابتن شريف عبد المنعم. منورني يا كابتن تاني. وكلامنا بقى على سيمبا التنزاني. نادي الاهلي عنده مواجهه مهمه مع سيمبا التنزاني يوم الثلاث خلاص، لتاكيد صدارته بقى في المجموعه الاولى بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. شايف المواجهه دي ازاي؟ زي ما انت قلتي تاكيد صدارته، يعني زي ما انت قلتي خلاص احنا كان عندنا تجربه كبيره قوي في كاس العالم للانديه، ولعبنا مدارس كبيره قوي من اول الدحيل لغايه بالميراس. يعني قابلنا اسيا، قابلنا المانيا امريكا وأوروبا. الجنوبيه، وبعدين قابلنا امريكا الجنوبيه اللي هي بتحمل بيرو وكولومبيا احد الاعضاء اللي كانوا موجودين جوه البتاع، والبرازيل وكل المنطقه اللي فاتت ليبرتادورس اللي هي بتبقى موجوده هم دول. فعملنا انجاز، الانجاز ده يصاحب مواقف، يصاحب شواهد، يصاحب امكانيات لينا احنا بقت موجوده في الملعب. لازم نستغلها، لازم نستغل جميع طرق اللعب، لازم نستغل جميع الامكانيات اللي موجوده اللعيبه بتاعتنا. انا بقى عندي النهارده ساره في نص ملعبي ثلاث لعيبه يقدر تطلعي منهم الديفندر والمكمل للعبه او ناقل الحركه وبلاي ميكر في نفس الوقت. وان كنت بتكلم او هتكلم او هبص هتكلم عن ديانج وسولية. حمدي فتحي بيمنح ديانج وسولية ان هم يبتكروا الوصول لخط 18 الخصم، البلاي ميكرز اللي كان هلعب ب 4 3 2 1 في الحاله دي استطيع ان انا مجدي قفشه اريحه شويه على المجهود الفظيع اللي هو كان فيه الفتره اللي فاتت دي، واستغله 40 دقيقه 35 دقيقة 30 دقيقة في نهاية المباراة يديني يمسك الكورة، يديني حركة تحركات، يبث الروح شوية في اللعيبة انها تتحرك والاطراف تمشي، وهو يبقى بلي ميكر زيادة بجانب عمرو السولية اللي هيكون ليه مهام اخرى تانية اللي هو التصويبات الدخول جوه ال 18 زي ما عودنا في النسخ اللي هي كانت بتاعت كأس العالم الأندية او المباريات اللي فاتت دي كلها. فعندنا مساحة من كل لاعب يقعد مع نفسه يفكر ايه النجاحات اللي انا كنت فيها الفتره اللي فاتت دي. ده بيواجه طبعا انك انت ماتش هتلعب الساعه 3، فانت تبقي مجهزه نفسك بدنيا ان انت بتستلمي الماتش وتبقي انت الفعل دايما مش رد الفعل، ما تديش فرصه لاي حد بيبقى مبسوط. زي ما انا قلت اي حد بيجي يلعب النادي الاهلي بيبقى مبسوط ان هو بيلعب بطل القرن، بطل افريقيا، صاحب البرونزيه، انما انت لازم انت تبقي الفعل. هي ما بقتش ريبيتيشن، ما بقتش سمعه بس اقدر اعملها في الملعب، لا فعل واداء يعني. فكل لاعب دلوقتي بقينا في بورصه، محمود وحيد بينزل يلعب ويجري ويعمل عرضيات كتير نفس الشكل ونفس المفهوم لابد ان يكون هناك في سيمبا. خط الظهر بالنسبه لنا عوده ايمن اشرف او وجود ياسر وبنون الحقيقه شكل جميل جدا، يقدر يخش اي حد مكان محمد هاني، ومحمد هاني لو حالته البدنيه يعني تحمل فوق طاقته. فانا بشرح لك شريحه من كل مكان او كل بوزيشن في الملعب. عندنا ما شاء الله بيكهام، وعندنا اكرم توفيق مع محمد هاني جابها، حسين الشحات راجع، كهربا نفسيا بالهدف اللي جابه اكيد، بواليا اختاروه احسن. انت ايه رايك، ايه رايك لما والتر بواليا كده جاب هدف وخد ثقه؟ شايف ازاي والتر بواليا؟ دايما والتر بواليا انا يعني انا دايما العصور الذهبيه ساره انت يعني دخلتيني في موضوع كنت عايز اتكلم فيه. دايما احنا العصور الذهبيه بتاعتنا كانت كابتن مصطفى عبده وكابتن خطيب وكابتن زيزو، اثنين انسايد ليفت وراس حربه. العصور الذهبيه لمستر مانويل جوزيه الجيل الجميل اللي هو لعب متعب وفلافيو صح، وما وما يوازي من قبلهم كان في احمد بلال برضو. النهارده عيد ميلاد متعب بقى اقول له كل سنه وهو طيب، متعب كل سنه طبعا متعب. يا متعب اهلاوي صميم وقدم حياه جميله جدا متعب بالنسبه لنفسه جداً. ولمصر وللنادي الاهلي صح، لعيب محترم نفخر ان هو كان بالتيشيرت الاحمر يعني اكيد. كل سنه طيب. تاني حاجة نتكلم على متعب وفلافيو مع بتكلمك على سيستم الشكل اللي هو بيبقى عندي دايما اتنين راس حربة او اتنين فراودة بيعطلوا اي حاجة جاية لنا. من ما بنلعبش بقى ايه ننزل تلت ملعب او لعبت اقدر اقابل اي تيم هو جاي يواجهني او عايز يهجم عليا، دي اول محطة بالنسبة لنا، كانت دايما اول محطة بالنسبة لنا. وكنا بنلعب ايام انا 4 3 3 او
ايام مانو جوزيه 3-5-2، شوف دايما بكلمك بقولك 2 قدام، هو دايما في روح المحطتين. فبواليا لو كان في محطه جنبه هتلاقي بواليا ده حاجه تانية صار، انما يتحمل مسؤوليه دفاعا وهجوما على خط فيه 4 افراد او نص ملعب الخامس بينزل يستلم منه، هتبقى الحكايه بالنسبه له الكونتر بتاع الكوره، او ازاي الماتش اللي فات الاقيه بينزل دايما على جنب عشان عايز يستلم، بيحس انه لوحده، انما مش هضمن في كل مره ان اجايه اللي انا اخترته احسن لاعب الماتش اللي فات، كلهم اختاروا بوالي وانا اخترت اجايه، اجايه العائد بقوه ان هو يبقى في كل مباراه هيديني نفس الايفكت نفس الشكل. فدايما احنا عايزين تدعيمات لبواليا عشان بواليا يقدر يديك الكره اللي عنده، بمعنى الدخول دايما في 18 زي ما عملنا في ماتش المريخ، العرضيات الكتير قوي نستغلها، نخلص المباراه بدري بدري، الفرصه بالذهبيه بتبقى خارج الارض، احنا هنا نقدر نعوض في 90 دقيقه ما قدرناش نجيب اهداف في اول شوط بنقدر نعوض ثاني شوط، انما هناك الفرصه بتبقى غاليه لما بنلعب بره ارضنا. فلازم يبقى في مساندات لهذا اللاعب اللي هو سنتر فيرد بتاعنا او راس الحربه. نوعية بواليا، نوعية محمد شريف، نوعية كهربا، نوعية مروان محسن، وأجاييه كمان في نفس الوقت، وحسين الشحات، هم دول ومحمد طاهر، يعني مش عايز انسى حد، دول اللعيبة اللي هي تقدر تعمل الميكانيزم نفسها والسويتشات داخل الملعب ان هو دايما يبقى عندي 2. فانا بضمن لك لو بواليا في حد كان قريب منه في المنطقة دي وحسسه براس حربة تانية، اعتقد ان هو هيأدي كويس قوي، ان اللعيب مش هتبقى عليه لوحده يعني. طيب. الناس هتبقى مشغوله بكل اللاعبين. طب البعض بيرشح سيمبا التنزاني ان هو بيكون الحصان الاسود في البطوله، خصوصا بعد التدعيمات الاخيره في الميركاتو الشتوي، منها المدير الفني اللي ممكن يكون عارف الكره المصريه بشكل كبير ديدي جوميز، كان المدير الفني لنادي الاسماعيلي. شايف ازاي ده ممكن يكون بيصعب من المواجهه دي، خصوصا كمان انه هي على ارضهم؟ كل احترام لسيمبا طبعا، لانه كسب بره ارضه، والفريق اللي بيكسب بره ارضه ده يعني حاجه لازم تحترميها. كانت مفاجاه فوزه على فيتا كلوب بره ارضه. الكره بقت الملاعب مفتوحه خلاص، الناس بقى عندها كل الفرق مفهوم المكسب، التعادلات ما بقتش تفرق معاهم، الخساره بيبعدوا عنها خالص، مش عايزينها تبقى موجوده. وفي احداث بتبقى جوه الماتش، يعني الماتش اعتقد خلص بضرب الجزاء. يعني كانت ضرب الجزاء اللي حصلت، ما حصلش اي حظ لفيتا كلاب ان هو كان يعوض في المباراه او يكون ليه سبق التهديف. سبق التهديف ده اهم حاجه في الفرق الكبيره، انك انت يبقى عندك انت سبق التهديف، انك انت ما تخليش حد هو اللي بيتفوق عليكي وبيزحزح مكانتك او بيزحزح الثلاث نقاط. يعني لازم انت تبقي موجوده فيها عشان الفريق قدامك يفتح لك خطوطه. وانت لما اي فرقه هتفتح خطوطها مع انديه كبيره زي الاهلي زي الزمالك زي بيراميدز زي الاسماعيلي، انا كل الفرق دي المصريه انا بسميهم فرق كبيره كلهم، ما بيلعبوا في الكونفدراليه او بيلعبوا في بطوله الانديه للدوري، دي فرق كبيره كلها ليها طابع خاص، ليها ميكانيزم تاني، عندها انياب، عندها انياب دفاعيه ونص ملعب وهجوم. الفرق المصريه فرق تحترم جدا. اللي بيفرق مع الفرق المصريه اللي هي مش متعوده كل يوم تلعب في الاجواء الافريقيه، التحكيم مثلا، الماتش بيبقى من غير الفار، الحاجات دي بتبقى حاجات محسوبه، حاجات مش عارفين. عشان كده لازم انت تبقي طماعه جدا وانت بتلعبي بره ارضك، طماعه جدا انك انت تحافظي انك انت تاخدي المباراه، تجيبي اهداف، عندك امكانيات وعندك اللاعبين اللي هم يقدروا يترجموا ده، اعتقد انهم موجودين. طيب انا لازم اسالك على التصريحات اللي على لسان المتحدث الرسمي باسم سيمبا التنزاني، واللي هو بينقل يمكن وجهه نظر الاداره. كان بيتكلم في مؤتمر صحفي على انه المباراه دي زي الحرب، مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني زي الحرب، وانه اكيد هم بيتسلحوا بالحضور الجماهيري، هيكون في 30,000 مشجع، في زخم اعلامي كبير في تنزانيا بسبب المباراه. شايف التصريحات دي ازاي؟ من حقهم الحقيقه يعني، طبعا من صاحب الارض، من حقهم، وبرده بيقابلوا بطل افريقيا، يعني بيرفع معنويات اللعيبه بتاعته. صح، يعني انتوا مش اقل من النادي الاهلي، احنا دايما مع النادي الاهلي بنبقى في الكوارتر فاينل، يعني سيمبا دايما بيبقى في بؤره الضوء، وعنده هاي بوينتس بعد النادي الاهلي في الترتيب الافريقي والترتيب العالمي يعني. فاي انا لو ماسك سيمبا وبمرن سيمبا لازم هقول كده، ولازم هدعم فرقتي، ولازم كل خطوطي هخليها توازي خطوط النادي الاهلي. هقول يمكن النادي الاهلي بيلعب على ارض غير ارضه، فانا عايز استغل الحكايه دي كمدرب لسيمبا او لعيبه سيمبا. العوامل الفرديه بقى ساره هي اللي بتفرق في الملعب.
التاكتكس اللي هو بالنسبه لمستر موسيماني مدرب النادي الاهلي عنده درايه كامله بتسيمبا وافريقيا كلها. احنا لما جبنا موسيماني دي كانت من مميزات ان هو راجل عايش في افريقيا. صح. مع فريق محترم جدا يعني صن داونز. فريق كان محترم جدا وليه بطولات وحائز على جوائز وهو نفسه المدرب نفس الشكل. فهو ليه مفهوم وليه الاحساس بالملاعب الافريقيه ازاي بتقدر العبها، ازاي اقدر اضغط عليها امتى، ازاي اقدر اعمل لهم الثلاثه اللي انا بقول لك عليهم في نص الملعب والكونتر اتاك بتاعي يسمح لي ازاي انصح لاعبتي باستغلال نقط سلبيه بتبقى موجوده في الفرق الثانيه. اعتقد هو عنده درايه. اكيد. ومن الماتش عندنا محللين اداء دلوقتي طبعا فارقين قوي يا كابتن. طبعا فارقين قوي. تشوف نقاط القوه والضعف في كل فريق انت هتقابله، وعلى الاساس ده بقى بتحدد خطه اللعب، التشكيل وغيره. بيقطعوا الماتشات بتاعت سيمبا كلها. بيدوا كل لاعب في كل منطقه بتاعته الناس دي بتلعب ازاي. الناس دي هنا في المنطقه دي شكلها عامله ازاي. فده شغل مؤسسه. وشغل دايما انت بتتوجهي ليه الاهلي بينجح. الاهلي بينجح عشان بيشتغل. الراجل بيشتغل واللعيبه حاسه ومدركه النجاح شكله ايه وقافشين فيه. نجاح حلو قوي. انت لازم تمسكي في النجاح. لازم تمسكي جامد في النجاح يعني. واللعيبه هي اقرب ناس للحكايه دي. مجلس اداره مش باخل على اي حد باي حاجه، بوعوده بامكانياته باهدافه يعني. خلاص يعني ده مجلس اداره. انت بتقولي ماتش سيمبا والاهلي ماتش حرب، ومجلس اداره النادي الاهلي لن يتنازل عن عالميه لجماهيره يعني. محليا افريقيا وعالميا لن يتنازل عن اهدافه ووضعه، وده شيء محسوس الحمد لله يعني، والكل بيعمل في كده يعني. اكيد طبعا. طب انت شايف المباراه دي الصح انه موسيماني يتعامل معاها ازاي؟ يعتمد على الجانب الدفاعي مع الهجمات المرتده، ولا باعتباري بطل افريقيا واللي هي الافضليه وثالث عالم انا هنزل العب جيم مفتوح وههاجم من اول دقيقه في المباراه؟ معرفش، هو يعني فاجئني يوم الوداد المغربي. صح؟ هجم على الوداد. ده برضو اللي انا افتكرته دلوقتي انا بتكلم، بنهاجم وفي ارض الوداد. هاجم وده لغه كده اتوافق فيها. صح. وكان يقدر يكسب اكتر من هدفين يعني. فهل هو ده ارضيه الملعب هتساعده في كده؟ الملعب لو كويس ما تخافيش على النادي الاهلي من اي حاجه، من اي فكر، من اي تاكتكس، من اي حاجه. هو بيبقى حاضر. ولعيبه الاهلي دقت على راس طبول بقى. هيجي بعد بايرن ميونخ والسبرنتات اللي عملناها لا خلاص بقى يعني. عندنا الهدوء، عندنا ازاي نشوف بعض، زي دايما يبقى في مثلثات، كل لاعب ليه اثنين ثلاثه بيتحركوا له عشان يسهلوا عليه المهمه. هي دي اهم حاجه في الكوره دلوقتي، العمق اللي بيعمله بواليا او بيعمله اي حد عيب. يعني انت مع ان هو يهاجم؟ طبعا هو لازم يقابل، ما يديش مساحه لفرقه سيمبا ان هي تبقى على حريتها لغايه نص ملعبك يعني، يمكن تلت الملعب انما لغايه نص ملعبك. ما اسهل حاجه في الكوره الافريقيه الكوره الطويله دي اللي هي ان شاء الله محمد شناوي يعني بيبقى يعني متميز فيها وبيطلع ياخد كل حاجه موجوده في 18. بس ما سهلش على الخصم كمان ان انا اوصله سهل عند منطقه الجزاء بتاعتي. نخف في الزيارات خالص، ما فيش زيارات تبقى هناك مؤثره. وانت دايما لو تقدري تبقى ليك السبق والتهديف في المباراه. صح. بتغيري سيكولوجيه الملعب كله. الاحترام اللي هو اللي موجود بس الزائد بقى خلاص. لا احنا لازم نقول او لازم نبصم بالعشره ان فعلا دول ابطال افريقيا، فعلا دول كواليتي تاني، نوعيه تانيه من الاداء. تحس كده النادي الاهلي بطيء في التحضير وما اعرفش ايه، هوب تلاقي سويتشات حصلت والناحيه اليمين اشتغلت والناحيه الشمال اشتغلت تك جول. الناس تتخض. لا هو في ايه؟ لا في ميكانيزم، في سيستم، في كل واحد عارف انا قاري الملعب فين، انا هروح ازاي، هشوط امتى، هودي الشحات امتى، هطلع محمود وحيد امتى، وانزل ادافع مكان وحيد ما طلع او محمد هاني الناحيه الثانيه. نوعيه اللعيبه اللي موجوده تواكب يعني وتليق على مباراه سيمبا دي بتاعت مستر موسيماني. البطوله الافريقيه يمكن الموسم اللي فات كان عليها زخم كبير قوي، وكانت مشوارها مش سهل ابدا لحد النهائي مع نادي الزمالك، طبعا النهائي المصري الخالص اللي تابعناه. بس عايز اعرف منك الموسم ده شايفها
اكثر سهوله اقل سهوله؟ يعني مشوار العشره، يعني حضرتك عارف يا كابتن شريف ان جماهير النادي الاهلي عايزه العشره من دلوقتي او من ساعه يمكن نهائي الاهلي والزمالك لما الاهلي قدر ان هو يفوز بالتسعه يا اهلي، دلوقتي بيطالبوا بالعشره. وعايزه اسالك على المشوار كله، شايفه ازاي؟ شايفه سهل؟ شايفه صعب؟ المنافسين للنادي الاهلي بشكل عام شايفوا ان احنا نقول الحمد لله على كل شيء اللي احنا فيه يعني، والناس تبعد العين عننا اهم حاجه. اول حاجه ماشيين بنفس الخطه ثابته يعني، بندور على 10 وال11 وال12. دايما بتلاقي النادي الاهلي في الفاينل لما يروح يعني يخرج بره السيمي فاينل او سيمي، بتبقى حتى البطوله ما بنحسش بيها بعد كده، صح؟ ما بنعرفش مين خدها يعني، نتفرج على اخر ماتش الوداد والترجي مثلا، يعني مبقاش مش عارفين مين بقى كسب. انا عمل البطوله بيحصل لها حاله احباط كده كلها، لما طول ما النادي الاهلي بيبقى موجود في البطوله بيبقى فيه انتعاشه. وكل ده عايز اقول لك على حاجه، هو مفيش جماهير، ده لو في جماهير كمان دلوقتي اتفتحت وموضوع الكوفيد ده خلصنا منه ان شاء الله باذن الله، البطوله نفسها شكلا وموضوعا هتبقى هيفكروا في حاجة تانية خالص. كل يوم في ابتكار في الاتحاد الافريقي وفي الفيفا وكل افريقيا النهاردة بتحط رجل كبيرة قوي في العالم كله عن طريق النادي الاهلي او عن طريق اي فريق مصري بيمثل القارة الافريقية. بقى في احترامات، بقى في بيبصوا لعبتهم كمان، في احتراف لكل اللعيبة عندنا، في نظرة تانية خالص بتتقلك، وده بيفرق تسويقيا وبيفرق كل حاجه، وبيفرق مع البنيه التحتيه اللي انت شغاله فيها برضو. يعني عايز اقول لك النجاح ووجود النادي الاهلي ووجود نادي الزمالك برضو في البطوله السنه اللي فاتت اداها اقصى ثراء، وعمل اول مره يعني تبقى ما راحتش في حته، بالظبط ما راحتش في حته، البطوله موجوده في مصر. الاهلي الزمالك كانت موجوده في مصر، بس المهم كانت تبقى اهلاويه برضو كده. بالنسبه لنا احنا طبعا اللون الاحمر اهم من اي حاجه. مين اكتر اللعيبه اللي شايفها في النادي الاهلي مستواها ثابت؟ يعني ما بتبقاش قلقان انه الماتش ده لا مش قد كده، لا مستواها هيبقى يعني دايما ثابت، دايما كل مباراه بيبقى نازل فيها سواء اساسي او كبديل بتبقى عارف ان اللاعب ده مش قلقان على مستواه من غير ما نحسد يعني. ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. شناوي طبعا، طبعا بنون، علي معلول، علي ربنا يديله الصحة ويخف يعني ويرجع لنا، سلية، ديانج، حمدي فتحي. عدم بقى إشراك كهربا كتير ومحمد شريف ومروان و كتر اللعب على قفشه. قفشه بيلعب كتير قوي يعني، ممكن اريحه زي ما انا بقول لك استفيد بيه 40 دقيقه يعني في مهمه زي مهمه سيمبا دي. اعتقد ان الاهم سلية وعمدي فتحي وديانج، دول الاهم في المباراه. وبيعرفوا يروحوا على الجول، بيعرفوا يجيبوا جوال، بيعرفوا يشوطوا. ديانج جايب لنا اول جول في البطوله دي، بالظبط في اللي احنا جبناه، صح؟ ف لعيبه يعني بسم الله ما شاء الله يعني، حتى الاولاد الصغيرين اللي جايين بروميسنج جدا، ان هم عندهم نفس المفهوم، نفس الشكل بتاع الدرجه الاولى بتاعه النادي الاهلي، الفريق الاساسي، الفريق الفيرست تيم، شكله ايه، ازاي بنلعب، ازاي بنادي، الكارج بتاعه الثقه، الدخول، اللعيبه الكبار بيطمنوا الاولاد الصغيرين. ف مش هقدر اسمي لك بقى اكتر من ان كل لاعب كل ما بياخد في الملعب اكتر بتطلع الحته بتاعته اللي هو يملكها، الميزه بتاعته، الموهبه بتاعته، فبتبقى محتاجاها ومش واخده بالك منها، صح؟ يعني الدنيا كلها تقوم على مروان محسن ويروح الشناوي يعمل له واحده، انا عايزه يوقفها على وش رجله ويروح حاططها في وقت يخلص لك ثلاث نقاط ويخلص لك الدنيا بحالها، والناس كلها تبقى باصه كده. هو ده سعره، ده مكانته، عشان كده كل واحد بيجي يعجب بيه. طول ما بيلعب، طول ما عنده ثقه، هيبقى كويس. انا عايزه اقف معاك فعلا عند الحته دي يا كابتن شريف. طبعا مروان بنتمنى له الشفاء، هو كان غادر يمكن تقسيمه الاهلي بسبب كدمه في القدم. عندك كل الاخبار دايما. لا أنا لا بس انا عارفه انت دايما، انا قاعد اتفرج عليك، انا بعرف منك انت واحمد قاعد اتفرج عليكم قبل ما اخش يعني. كان في تقرير وافي جدا. ربنا يخليك يا كابتن شريف. فمروان يمكن كنت بتكلم من فتره وعايزاك تقول لي طبعا رايك، انه في انتقادات كتير للاعب ده، والحقيقه الانتقادات دي بتبقى صعبه قوي على نفسيه اي شخص مش بس لاعب الكوره.
فنيا انتقد زي ما انت عايز براحتك. جمهور الاهلي طبعا من حقه، من حقه انه يشوف انه اللاعب ده ناقصه كذا فنيا، بس ساعات الانتقادات ما بتبقاش اصلا بتخرج بره الاطار الاخلاقي الطبيعي للانتقاد، وبيبقى بقى في تنمر وفي كلام بيبقى جارح للشخص جدا وجارح لاهله لما يشوف الكلام ده، ويبدا ياثر على نفسيه اللاعب. اعتقد انه مروان وغيره بيحتاج في الوقت ده جمهور الاهلي اكتر من اي وقت قبل كده، بيحتاج دعمه اكتر من اي وقت قبل كده. اقول لك على حاجه، حاجات بقابلها في حياتي كتير قوي، وانا بفكر زيك او بفكر بنفس الجماهير كده بتفكر ازاي. المكان اللي هو بيلعب فيه ده بيبقوا عايزينه زي احسن واحد كان موجود في المكان ده، نفسهم يكون في الحته دي. محمود وحيد، ايه الفرق بينه وبين علي معلول؟ فهمتي انا قصدي ايه؟ فاهمه. انا لا، فرق كبير جدا. ده بيلعب كوره بشكل معين، وربنا رازق ده بشكل تاني خالص. ده بينفذ باسلوب وده بينفذ باسلوب، يجوز الاسلوبين في صالح الفريق وبنفس الشكل، انما انا مش هفضل عايش في خيالي معلول لازم وحيد يبقى زي معلول. لا، ليه يبقى احسن من معلول؟ مش هيجرى حاجه. يبقى اقوى من معلول، يبقى اسرع من معلول، يبقى بيساند معلول في كل حاجه، لغايه انا ممكن افكر ان هو يلعب ومعلول يبقى الهاف ليفت بتاعي. يعني الاثنين، بس ما ينفعش ان انا اتخيل مروان زي احسن فرود في العالم مثلا. يقول لك شوف فلان ده، بص الفرود عامل شكله عامل ازاي. ودي ملكه ودي امكانيات لعيب. وياما مروان ده قبل ما يتعور كان نمره واحد، وكنا كلنا حابينه، ونقول شوف بينط ياخد الكره فوق ازاي، شوف بيحط الكره ازاي، شوف بيعمل ازاي، شوف الشوطه بتاعته قويه ازاي. وكان على طول نمره واحد في المنتخب، نمره واحد في النادي الاهلي، نمره واحد من الفريق اللي هو كان بيلعب معاه قبل. يعني في الحته اللي انت بتكلميني عليها ان الميديا لا ترحم، الميديا لا ترحم، انما بيبقى في حاجات في الملعب في اوقات معينه من المباراه، مباراه الزمالك مثلا الكره اتبصت له فخاف ان هو يكون اوفسايد. ما انا بقول لك ده تصرف طبعا في وقت معين الاهلي كان محتاج ان هو يتعامل مع كره زي دي يكسبه ماتش او يدخله جوه الجيم او هي دي الحته اللي بتتمسك. ما انا عشان كده بقول لك فنيا من حق اي حد ينتقد براحته، وده من غير جماهير الاهلي على الفريق، وعايزين الفريق دايما يكسب. بس انا قصدي لما الموضوع بيطلع بره فكره الانتقاد الفني بقى، ويبدا فيه تجريح ويبدا فيه كلام صعب قوي ان اي حد يتقبله او يشوفه على نفسه. طب علاج مروان بالنسبه لي انا محسن، ما يلعبش لوحده قدام، لازم يبقى فيه فرد جنبه. انما مش هينفع 4 2 3 1 دي لو مات. الناس يقول لك لا، ما هي ما بتبقاش فرد واحد، انت بس بتقول 4 2 3. ما هو بيحصل ناس بتخش وناس بتطلع ونص ملعب، والسترايكر الشادو سترايكر الوهمي اللي هو كلام، انما احساس انا سنتر فرد اصلا واقف ناحيه اليمين كده ماسك الناحيه دي كلها، ومعايا جنبي هاف جنبي وباك مساعدني، وانا قافل المنطقه دي، والناحيه الثانيه نفس الكلام نفس الشكل. في نوعيه لعيبه زي بواليا وزي مروان لازم يلعبوا الاثنين جنب بعض، هتلاقيهم بيبدعوا، هتلاقي ده بياخد من ده وده بياخد من ده، والديفندر اللي واقف قدامك ده لا قادر على قوه ده ولا قادر على قوه ده. بدل ما انا ببقى ماسك بواليا وفي واحد تاني بيلعب زي شكل الليبرو كده بياخد الكرات كلها، لو هو عدى مني هيلاقي التاني ياخد سهل، انما بيكون الاثنين واقفين. الاثنين دول من النوعيات اللي محتاجه سبورت دايما. ده مفهومي انا. في سنتر فيرو التاني يفضل واقف ما بيعملش اي حاجه خالص، مستني الكره العرضيه زي مصطفى محمد مثلا. مستني، عنده التيكوف والسن وكل حاجه، ويوجه الكره بدماغه، عنده وقت من خلال ال 90 دقيقه، عنده سبورت كتير قوي من اللي هو مش واخده مروان دلوقتي، من الدنيا كلها مستنيه امتى هيعمل الهدف، امتى هيعمل. ف جنبه مين بقى؟ جنبه انا بقولها لك بقى الفرقه الثانيه، جنبه مساعدين اوباما بيخش، وبن شرقي بيطلع من الناحيه الثانيه وبيعمل نيغوشيشن مش عارف مع الفرقه الثالثه، يبقى هو واقف حر مش متاخد عليه كل العين. في زيزو مش عارف بيجري، الاهلي نفس الشكل لما بيبقى هو موجود واحد، لازم يبقى محمد هاني وحسين الشحات والدنيا كلها بتخش مع مروان، انما في حاله الكره وهي هجوم علينا احنا بيبان هو لوحده واقف لوحده، ساعات بينزل كمان ابص ليه عمل سبرنت نزل، لو تشوفيه بينزل نص ملعب كمان. دي توجيهات ما تنفعش، انما لازم دايما لعيبه معينه اصحاب يعني خبرات في الملعب زي مروان لازم انا اعمل له السبورت ده، اللي هو
انا مش عارف همسكه ولا همسك التاني ولا والكلام ده كلام كوره مش كلام فني على سبوره ولا اكيد. الكلام اللي انا بقوله ده تدعيمات جوه الملعب للعيبه معينه بتحتاج هذا السبورت يعني. طيب واحنا بنتكلم على اللعيبه، عايز اسالك على لاعب بعينه برضو، تقولي رايك في المباريات اللي شارك فيها اللي فاتت، لان انا يعني الحقيقه من اكبر المعجبين بادائه، شايفه انه جاي جدا، ومش انا بس، كل جماهير النادي الاهلي، طاهر محمد طاهر، وخصوصا في مباراه بايرن ميونخ، والثقه بالنفس اللي عند اللاعب ده، وشخصيه في الملعب بالرغم ان هو سنه لسه صغير يعني. كل اللي انت اتفضلتي قلتي عليه ده هو لعيب كمان اصابات ضده. يعني ده كمان كل شويه بيجي من اصابه، كل شويه خارج من اصابه، لو ما اتضربش في رجله بيتضرب في صدره. يعني بتبقى عنده الكارج بتاعته، بياخد الكوره ويعدي من واحد واثنين وثلاثه، ده معرض دايما للاصابه، معرض دايما للضرب. عنده كوره عايز يثبتها، عنده اسم كبير قوي بيلعب جواه، عنده اسم كبير قوي جاي من عنده من اولين، عنده مكانه، عنده سمعه، بيتبص له في المنتخب، بيتبص له في كلها، هو بيشتغل على نفسه. هنا بقى كلمة بشتغل على نفسي. أنا بشتغل على نفسي، أنا عندي فرصة. أنا بلعب في أحسن فرقة في مصر، في أحسن فرقة في أفريقيا. الحمد لله يعني، فهمتيني؟ أكبر منافس للكرة الأفريقية والآسيوية والعربية النادي الأهلي. فلازم أستغل الفرصة. لازم أمسك في الفرصة. لازم أكون موجود أختير لاعب زي طاهر محمد طاهر في الملعب، لازم يطلع كل الإمكانيات اللي عنده، لازم هو يلعب يبقى سليم. لانه لو لعب وهو مش سليم هتلاقيه دايما نص نص. كل العالم في المباريات اللي فاتت بتاع ثلاث ماتشات اللي احنا لعبناها رشحوا هذا اللاعب ان هو يبقى لعيب محترف. يقدر يحترف في اي حته، ويقدر يحترف في اي حته بدون مساعده زمايله، هتلاقيه برده زي مروان، هتلاقيه زي مش هيبدع، خدت بالك؟ انما في لعيبه جنبه الحقيقه شايله الحكايه، لعيبه جنبه تالنتد، يقدروا يودوا الكره يمين، يقدروا شويه يقدروا يودوه، يقدروا ياخدوا العين وهو يروح مكمل ورايح. يعني انا معاكي تماما، احنا عندنا امكانيات هايله، بس كل 48 ساعه ساره ماتش. ايوه طبعا، كل ماتش بطوله. دي بقى بس دي نقطه مهمه، يعني ضغط نفسي على اللعيبه كلها. فلازم اللعيبه كلها تدي نفسها مساحه حتى ان هي تفكر كويس، تفكر لو الكوتش النهارده ما حطنيش ده مش انا بيقلل مش مني، مش تاثير مني ولا ده بيحافظ عليا، وبيحافظ على فرقتي، وبيحافظ على على المكسب، وبيحافظ على الدنيا كلها، على الاسم كله. فهي دي بقى العلاقه الحلوه اللي احنا بنشوفها في النادي الاهلي، عشان كده ربنا بيكرمهم. صح، الاولاد على طول مبسوطين مع بعض، بيضحكوا، مفيش ضغينه، مفيش حاجه. كبرهم اسما وشهره وما اعرفش ايه، بيبقى قاعد احتياطي. صح، بينزل بيجيب جون، نسي ان هو كان احتياطي، نسي ان المهم احنا المصلحه العامه هي اللي بتحكم، يعني فالروح هي اللي مخليهم كده. مش كل لاعب بيفكر في نفسه، بيفكر في مصلحه الفريق. النهارده طلع لك طاهر، بكره هتيجي تقولي ده حسين الشحات رجع اقوى من من الكلام اللي بتاعك. تلاقي مروان هي فاوند واي، يعني لقى الطريق اللي الدنيا كانت كلها بتقول له روح من هنا وتعالى من هنا واعمل من هنا، لا. فعندنا شواهد كتير قوي في الملاعب نعذر اي لعيب فيهم الحقيقه، لان الاصابات لعنه، وفي نفس الوقت نطالب لنفسه هو بالمزيد. يعني الاجهاد البدني بقى بسبب المباريات اللي ورا بعض على طول، بنتكلم انه تطالع بقى من كاس العالم للانديه وبعديها مباراه المريخ، شايف ده ممكن ياثر؟ يعني احنا فكرنا ان ده ممكن ياثر في مباراه المريخ، الحمد لله ما حصلش. شايف مع الوقت ممكن ده ياثر مباراه سيمبا مثلا؟ ده اكيد، بس انت الحمد لله بتملكي جهاز فني واحمال على وعي كبير جدا بكل اللي انت بتقوليه ده. هم نفسهم بيقولوا لنفسهم نفس الشكل. صح، عارفين، وفي مراقبه لكل لعيب. يعني الدنيا قامت وقعدت لما علي معلول كان عايز يلعب المباراه. يعني كلنا وقفنا واستغربنا. اللاعب نفسه صح ان هو يبقى موجود، بس مش زي وليد سليمان. يعني اتحرمت من وليد سليمان، وليد سليمان حرم نفسه الحقيقه، لان حريتك انت كنت تقولي اقدر العب، تقدري تلعبي، بس لازم يبقى بص لقدام شويه. انت عندك بطوله عالم للانديه، عندك حاجات كتير، فكل ده شغلة ناس معينه موجوده في الفريق. الراحه ازاي النهارده بيقعدوا يتكلموا مع بعض، الشكل التحليل اللي هو الراجل الاداء بتاع الاداء، المدرب بتاع الاداء اللي هو بيقول ده انا شفته بيتمرن، يعني نشوف ليه هو تعبان شويه، عنده اجهاد شويه، كل ده بيحصل قبل ما يحطوا التيم. بيبقى في قاعده فنيه اداريه كل الاطراف فيها موجوده مع بعض، مش مطلق،
مش انا النهارده انا عايز فلان، طب ايه التقارير اللي عنه اثناء التمرين، اثناء الحاجات اللي هي بتوصل لك دي. هي بصراحه بقت حكايه عالميه، بقينا بنشتغل بشغل شغل يحترم يعني الحقيقه، والنتائج يعني واضحه الحمد لله. الحمد لله. مين الفريقين اللي بترشحهم ان هم اللي يتاهلوا عن المجموعه الاولى في دوري ابطال افريقيا؟ بتاعتنا احنا يعني؟ اه احنا وسيمبا ان شاء الله. احنا وسيمبا. طب وبتتوقع بقى نتيجه، انت دايما بتقول لي النتيجه وغالبا بتطلع صح يا كابتن، نتيجه المباريات التوقعات غالبا بتطلع صح. تتوقع نتيجه مباراه الاهلي وسيمبا ايه؟ يعني 2-1. 2-1. ما بحبش كلمه واحد دي. مين ما بتحبش واحد؟ ما بحبش الكلمه بتاعت ان يخش فينا جون دي، انما الظروف ممكن عقليه المشجع الاهلي. كابتن صالح سليم الله يرحمه بقول له هنكسب محله في المحله 3-1. اه الله يرحمه. حلو قوي. ايه لازمته الواحد ده؟ ايه لازمته الجون اللي هيخش فينا؟ قعدت افكر فيها كده قلت والله معاك حق. يعني الله يرحمه، رمز كبير وعلمنا كتير، ولحد دلوقتي الاجيال دي كل من ينتمي للنادي الاهلي الكيان ده لسه بيتعلم الحقيقه من يعني اخلاقيات ودستور هو حاطه للنادي الاهلي. موروثات. موروثات، جيل بيسلم جيل، دستور. صح. مبادئ والتطوير اللي بيحصل ده كله الحقيقه مش من فراغ يعني. طيب قول لي بقى مين اللي هيجيب الجونين؟ قولي لي انت الفرقه. طب قولي التشكيل وقولي اللي هيجيب الاهلي. لا اقول لك التشكيل ما اعرفش. اللي انت شايفه. ما بقتش اعرف معاه حاجه. لا مش توقعاتك، اللي انت شايف انه الصح اللي يلعب بيه المباراه دي. هيلعب زي اخر مره لعب يعني على ما اعتقد يعني. هو ما بيغيرش الحقيقه، بس انا كنت شايف ان هو المره في الهجوم هيحط ثلاثه في نص الملعب وهشيل قفشه انا. هشيل قفشه بس. وهلعب مكانه بحمدي فتحي وسولية وديانج. والاثنين لو هو شايف كهربا عايز يبتدي بيه واجاييه وبواليا. لو حسين شحات بقى وصل وكلام من ده يبقى في حد في الحته دي. طيب عايزه بقى منك كلمه تاني لملك الدقيقه 90 عماد متعب في عيد ميلاده النهارده في نهايه حوار. كل سنه طيب، وعايزين نشوفك بقى مش محلل عظيم زي ما انت كنت لعيب عظيم يعني، عايزين نشوفك كمان مدرب عظيم. وبنستمتع بيك الحقيقه في اي حته في اي مجال، ربنا يديك الصحه يا رب وتبقى سنه سعيده عليك وعلى اولادك وعلى بيتك، وكل سنه طيب يا كابتن مصر. بشكر حضرتك جدا يا كابتن شريف عبد المنعم، دايما منورني ودايما مبسوطه وحضرتك معانا في برنامج السادسه. ده انا كمان بشكرك جدا وبشكر البرنامج كله، وحقيقه السادسه مساء العاشره الصبح بقينا حاجه تفرح الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ودايما نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي. بشكر حضرتك جدا. بشكرك. بشكر حضراتكم على المتابعه، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.